عامه انا انترستد قوي في الاي كوميرس يعني، فكنت حابب ان احنا كل الاسبيكتس بتاعه الاي كوميرس او كل البيلرز بتاعه الاي كوميرس، سواء من ناحيه اللوجيستكس او من ناحيه الديجيتال ماركتنج او من ناحيه الاوبريشنز او من ناحيه التكنولوجي سبورت، من ناحيه الديفلوبمنت من اول بناء الاي كوميرس من الاول خالص، اعملها اكتر، المنتجات دي اقدر اوديها بره مصر. عايز تستورد من الصين وانت قاعد عن بيتك عن طريق مواقع، ممكن نرشحها لك. مزبوط. تكون مين؟ ازاي تستورد؟ ازاي تختار برودكت قوي؟